غلاف مالي بقيمة 21 مليار دينار تم رصده لمشروع توسعة المطار الدولي أحمد بنبلة بوهران، والذي يتم إنجازه وفق المعايير العالمية. مطاركم تشاهدوا رانا في المرحلة الأخيرة، مرحلة الأشغال الثانوية. إن شاء الله الصائفة هذه يكونوا المسافرين، تكون وهران إن شاء الله المسافرين اللي يجيوا في العطلة، واللي سواء داخل الوطن أو من خارج الوطن إن شاء الله راح يسافروا على مستوى المحطة الدولية الجديدة لوهران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون، مرحبا بكم معايا. كما وعدتكم أنه غادي نتكلموا على مطار وهران، مشروع توسعة كلف الخزينة أموال طائلة، والمشكل أنه الأسماء نتاع الناس المتورطين في الصفقة أسماء تقال بزاف، وأسماء ما دخلتش للحبس، وأسماء ما تتوقعوهاش. القصة وما فيها بدأت في مارس 2010 لما تعاقدت المؤسسة الوطنية لتسيير مطارات الجزائر أوجياسا مع الشركة أو المؤسسة الفرنسية أوجيس للهندسة باش يديروا مشروع تقييم لبناء مطار وهران وتوسعته وبناء المحطة الجديدة. في ماي 2010 أي من نفس السنة قدمت الشركة الفرنسية التقييم و دراسة المشروع لوكلائها الجزائريين. في نوفمبر 2012 وبعد تعطل لمدة سنتين مدوا المشروع لشركة كوسيدار كونستركسيون الجزائرية، عطاوا لها المشروع قريا قري بحكم أنها مؤسسة جزائرية، لكن الفساد بدأ من هذه النقطة. المؤسسة الفرنسية قيمت المشروع ب 135 مليون أورو، والمشروع استلمته شركة كوسيدار ب 200 مليون دولار أي 20 مليار دينار جزائري. بعد ما استلمت شركة كوسيدار المشروع وبدأت تخدم، دخل في الخط العديد والكثير من أفراد العصابة. هادو أفراد العصابة اللي غادي نذكروهم، فيهم العسكريين، فيهم المدنيين، فيهم الشرطة، فيهم أفراد حزب الأرندي، وفيهم رجال أعمال كتر. غادي نذكروهم بالواحد، بالصح غادي اليوم نجيب واحد فقط منهم لنحطوه في الفيديو. بوجمعة طلعي وزير سابق للأشغال العمومية، عبد الغني زعلان والي ولاية وهران السابق ووزير الأشغال العمومية، مولود شريفي والي ولاية وهران السابق، مجمع أوراشبي حداد، مجمع إبراهيم حسناوي ووراءه أولاد الهامل، مجمع صحراوي ووراءه أبناء الجنرال علي بن علي، البرلماني لوهيبي نائب للأراندي لولاية وهران وصاحب فندق الزينيت والجاسمين، قدادرة صالح نائب للأراندي لولاية وهران، ياسين بزة مسؤول مكتب دراسات كاجا الشركة الفرنسية أوجيس أفيا، محافظ الشرطة زهير تابع للكولونيل صالح ديراس الناحية العسكرية الثانية والجنرال بوعزة واسيني، عز الدين نبو مقاول مكلف بتركيب كاميرات المطار، نجيب الله بن شنان مدير مطار وهران، عبد القادر كسال مدير مؤسسة سير مطارات وهران. تخيلوا معايا خاوتي أنه في 2012 كانوا كاينين أربع أشياء: مؤسسة تسيير مطارات الجزائر، شركة كوسيدار للبناء، مشروع بناء مطار و 200 مليون دولار. بعد تم سنوات أكثر من 20 شخص متورط بين أشخاص ومسؤولين سامين ومؤسسات، وأكثر من 300 مليون أورو منهوبة، والمطار لم ينجز بعد. الشركة الجزائرية كوسيدار تعاقدت مع مؤسسة سير مطارات الجزائر على أن يكون المشروع جاهز خلال خمس سنوات فقط. المشروع منذ 2012 إلى يومنا هذا لم يرى النور، ووزير الأشغال العمومية ووزير النقل وقال لك المطار قد يكون جاهز في 2021. اليوم غادي نتحدثوا على كسال عبد القادر مدير مؤسسة تسيير مطارات الجزائر في الغرب الجزائري. باش نتحدثوا عليه لازم نقولوا 2012 بعد ما استلمت شركة كوسيدار المشروع وبدأت تخدم على روحها، جاء علي حداد عن طريق الشركة نتاعو او المجمع نتاعو للأشغال العمومية باش يدخل. كان لازم له الرجل نتاعو اللي دخله للمشروع. واش جاب؟
جاب السي كسال عبد القادر. كسال عبد القادر ماضي اسود باصبوع زرق غادي نخلعك. كسال عبد القادر كان مؤسسة انفرافير الجزائر او شركة النقل بالسكك الحديدية، كان مدير مشاريع ومدان بستة اشهر سجن غير نافذ لاختلاس اموال عمومية وقضايا فساد. راح جابوا علي حداد وحطوا على رأس مدير مؤسسة تسيير مطارات الجزائر. ينحدر هذا الشخص من عين الصفرة، لكن الحصري اللي غادي نمدها لكم انه عبد القادر كسال زايد في تكنة فرنسية بفرنسا، والاب نتاعو كان مساعد عسكري في الجيش الفرنسي، والدليل الصور اللي راهي ظاهرة امامكم. عبد القادر كسال المستوى نتاعو جد محدود، ما عندوش حتى البكالوريا. ابدا بمضايقة ووضع حواجز بيروقراطية امام شركة كونسيدار الجزائر، ورسل لها شعل من انذار باش يقضي على الوجود نتاعها في المطار. هو فشل، لكن الحاجة اللي نجح فيها انه استطاع ان يدخل علي حداد والشركة نتاعو URHB الى المشروع، بل بالعكس زاد دخل وجوه قادرة كثيرة في المشروع، من بينها وجوه الارندي وغيرها من الشركات. من بين الامور القادرة التي قام بها كسال عبد القادر هو التواطؤ مع شركة اوجيس افيا في تضخيم الفواتير، تبييض الاموال وتهريبها نحو الخارج. هذا الشيء ماشي انا اللي نتحدث فيه، وانما جريدة لو فيغارو، وغادي تلقاو الرابط في اسفل الفيديو، تكلمت عن الموضوع وعن متابعة القضاء الفرنسي لشركة اوجيس افيا في هذا الموضوع، وغرمتها بزوج ملايين وستمائة الف اورو. عبد القادر كسال وضع الكثير من الحواجز البيروقراطية امام الشركات الاجنبية اللي كانت تمول في المطار بالعتاد والتأتيت، وكان يحط امامهم العراقيل هذه باش يقدموا له رشاوي، مما يزعج هذه الشركات ويطيل في امد المشروع، ويفرض على الشركات الاجنبية باش تقدم له رشاوي باش يكملوا المشاريع نتاعهم ويروحوا الى بلدانهم. وهنا عبد الغني زعلان راح يبرر اسباب تاخر سير بعض الورشات بمشكل تصاعد المياه وطول اجال استلام المصاعد والسلالم الميكانيكيه. تم تدارك كثير من التاخر على مستوى المنشاه، ما يكون فيه بعض الانزلاقات مقارنه مع الاجال اللي تحدد مسبقا. هذا عائد الى كثير من الاجزاء مقتنات من الخارج من طرف المؤسسات الخاصه اللي تنجز، خاصه المصاعد وبعض ليزيسكالادور وهذه الاشياء دي من الخارج. ايضا من الاشياء المتورط فيها كسال عبد القادر هي قضيه كاميرات المطار واللي تفجرت وبعد حين طفاوها وكأن شيئا لم يكن. القضيه وما فيها انه عبد القادر كسال قدم عز الدين نبو وهو مقاول صغير باش يركب كاميرات المطار، والمقابل هو تقديم رشوه وتضخيم الفواتير، او من بين الرشاوي اللي قدمهم له هو سياره من نوع كيا لعشيقه عبد القادر كسال التي تدعى قدار غزلان. قدار عز غزلان تسكن في حي اللوز، قدم لها عز الدين نبو سياره من نوع كيا، والقضيه تم التغطيه عليها من طرف الكولونيل صالح اللي يعمل في الناحية العسكرية الثانية واللي هو ضابط في المخابرات. من بين الأمور الأخرى اللي قام بها عبد القادر كسال هو فرض شخص يدعى ياسين بزة في مطار مستغاليم. هذا ياسين بزة عنده مكتب دراسات يدعى كاجاب، فرضوا عليه باش يخدم معاهم في مطار مستغاليم بدون أن يحضر وبدون أن يقدم شيئا يذكر. هذا ياسين بزة يدي 50 مليون في الشهر. كسال في ايامه الاولى في ولايه وهران كان مستاجر شقه ليه والعائله نتاعو في منطقه العقيد لطفي، وبقدره قادر شرى قطعه ارض في منطقه كناستال وبدا يبني فيها من طرف مقاول. هذاك المقاول كان من مقاولين اللي يبنوا في المطار وهران. اضف الى ذلك انه كان مستاجر شقه اخرى في منطقه كناستال هو وعز الدين نبو محولينها الى بيت دعاره، وكانوا يصرفوا اموال طائله في هذه الشقه في لياليهم الحمراء. عبد القادر كسال كان محمي في أكثر من جهة، من بين الجهات اللي كان محمي فيها هي المخابرات في الناحية العسكرية الثانية عن طريق الكولونيل صالح. الكولونيل صالح هو ضابط من ضباط المخابرات وأحد رجالات بوعزة واسيني. كيفاش تعرف عبد القادر كسال إلى الكولونيل صالح؟ عن طريق شخصين،
الشخص الأول هو نبيل لهيبي. نبيل لهيبي هو برلماني عن حزب الأرندي في ولاية وهران وصاحب فندق الزينيت وفندق الجاسمين. أيضا عن طريق رجل يدعى مباركي وهو مدير المسح الجهوي للغرب. هادو الشخصين قدموا عبد القادر كسال إلى الكولونيل صالح، والمقابل كل واحد فيهم كان مستنفع من جهة. عبد القادر كسال كان محمي من كل فضيحة تتفجر في مطار وهران، أما الكولونيل صالح فكان يتلقى أموال وهداوي ورشاوي ومميسات، وكان له تسهيل كبير في تهريب الأموال نحو الخارج عن طريق مطار وهران. أما نبيل لهيبي فكان موعود باش يدي قطعة أرض في المطار باش يبني فيها فندق، أيضا إلى محلات تجارية داخل المطار لما يكملوا الأشغال نتاعو. خاوتي، في مطار وهران بعد ما كثرت المشاكل وكثرت الفضائح، وزارة النقل تقرر باش ترسل لجنة نتاع تفتيش إلى المطار ويقدموا لها تقرير منفصل. اللجنة هذه كانت بقيادة شخص يدعى شريفي. هذا شريفي بعد أسبوع أو أسبوعين شوهد في أحد فنادق لهيبي اللي هو فندق الزينيت يشطح في حالة سكر وفي حفل ماجن وصاخب. هذه هي اللجنة. خوتي، هذه الحلقة الأولى فقط، الحلقة الثانية والثالثة غادي نقدموا فضائح أخرى. ماذا بكم خوتي تابونيو وتشتركوا في القناة، وماذا بكم نشوف التعليقات نتاعكم، وإلى اللقاء في لقاء آخر.